التكنولوجيا التي حصلت ففتحت المجال لكل من هب ودب ممن لا يملكون أي قيمة مضافة يضيفونها إلى مجتمعهم ولا يملكون أي محتوى جيد، أصبح أولا يملكون منابر مجانية ويستغلون المستوى المتدني لكثير من الجمهور، الجمهور الذي بعضهم يصفه بالغبي، منهم من هؤلاء يصفون جمهورهم بالغبي لأنه يتابعهم وهم لا يقدمون له سوى الابتذال وسوى التفاهم. مثل هؤلاء هدفهم إما إشارة الدولة وإما أن يقودوا المجتمع نحو التسافل. ثانيا توعية الجمهور أن لا يتابع مثل هؤلاء ولا يصفق عن جهل وعمل لمثل هؤلاء، لأن هؤلاء لا يقدمون له سوى الأمور الهابطة ويستغلونه لكي يصلوا إلى أهدافهم المادية التي غالبا تكون أهداف مادية وأهداف تتعلق بالشهرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.